بسم الله بسم الله، الحمد لله. ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد واجعلنا من خير من رضيت عنهم. يا من واجهت خلقك بالوعد والوعيد، يقول ربي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام، c'est-à-dire le titulaire de la paix، والمؤمن le titulaire de la foi. وبعد عنا المهيمن يعني اللي كونترينيو، يعني هو اللي له سلطان مطلق على كل خلق لا استثناء في ذلك. أيوة، السلام المؤمن صديق اللي يأمنك، ما يغدركش، ما يظلمكش، ما يخليكش جاهل بوحدانيته بآلائه وهلمجه. المهيمن يعني هو الكابو، هو المالك العزيز الذي يقهر التو بويسون، الجبار يعني لو كونترينيون، يعني هو لو سوفران، يعني حتى حد ما عنده رأي فيما قدره الله. نعود إن شاء الله تعالى.